ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني بعض الشباب الجاهل قد يظن أن الحال إذا كان في القضاء أو في الإفتاء أو يدرس أنه ما يكون عالم حتى يتهرس في بيته المسجد فقط، ما هذا العالم عنده أن يتوظف حتى يقود المسلمين أو يسكن المسلمين أو يدرس المعارف، هذا ليس بعالم، هذا الجهل العنوف، هذا الجهل لا حد له عنه. العلماء يتكلمون وظائف ويقعوا الناس على من يقعوا على من يسكنوا على من يدرسوا على من يكونوا أمراء على من يكونوا وزراء حتى يعلموا الناس حتى يتحملوا العلم حتى يجيبوا الناس من الجهال. إذا كان الله جهال وعاتبوا الرسول هلك الناس.